قيل لي أعرابي من أهل البصرة هل تحدث نفسك بدخول الجنة؟ قال والله ما شككت لحظة في ذلك قط أني سأدخلها وأن قدمي ستخطو في رياضها وأني سأستظل بشجرها وأشرب من مائها. الناس تعجبوا من هذه الثقة اللي عند الأعرابي. قالوا له أفبحسنة قدمتها أم بصالحة أسلفتها؟ قال وأي حسنة أعظم وأجل من إيماني بالله عز وجل وجحودي لكل ما يعبد من دون الله. قيل له أفلا تخشى الذنوب؟ قال خلق الله المغفرة للذنوب وهو سبحانه أجل وأكرم من أن يعذب محبيه بنار جهنم. يقول الله عز وجل فما ظنكم برب العالمين؟ قال ابن مسعود والله ما ظن أحد بالله ظنا إلا أعطاه الله ما يظن لأن الخير كله بيده سبحانه.